لكن روسيا هل ستسمح أستاذ بكير بهذا التطور في العلاقة؟ أنت تقول الشعب الأوكراني يطالب بتواجد عسكري تركي في أوكرانيا. روسيا سيد العزيز، أنا يعني هون قصدت الشعب يريد، هناك حاضنة شعبية لتركيا في أوكرانيا مع كل المتغيرات الموجودة، هذا الذي أقصده. لكن روسيا لا يمكن أن تسمح، يعني بأن تركيا سوف تتدخل عسكريا أو سوف تريد أن تكون لها قاعدة وما شابه ذلك. ألا ترى بأن روسيا أستاذ بكير ممتعضة جدا من تطور العلاقات الأوكرانية التركية؟ نعم نعم، ولكن الآن يعني بوتين وعلى رأسها بوتين وروسيا وخاصة المعارضة إذا تسمعون بين الحين والآخر يعني تصريحاتهم، وعلى رأسهم المعارض المعروف جوروسكي لما تذكر اسمه الحقيقة بالضبط، صرح قبل يومين قال نحن نفضل أن تكون تركيا هي الوساطة وليست دولة أخرى. لماذا؟ لأن الكل يدرك تماما بأن هناك لتركيا حاضنة شعبية، إذا تدخلت فهناك يعني لها شروط تمنعها الأفضلية في أن تكون هي الوساطة، وهذه تؤثر على الشعب الروسي وعلى الشعب الأوكراني وحتى على الشعب التركي بأن تكون هذه المنطقة آمنة والسلام بين بعضهم البعض. تقصد أليكسي نافالني المعارض الروسي؟ نعم عفوا، تقصد أليكسي نافالني المعارض الروسي ربما؟ على كل لا حال لا, لا 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 لا، الذي هو برلماني سابق وله حزب، رئيس حزب معارض ولكن في نفس الوقت من المؤيدين لبوتين. تمام، شكرا جزيلا لوجودك معنا المحلل السياسي التركي بكير أتاجان.